الأشواط تتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار وهذا اللقاء. لازلنا في الجولة الأولى من انطلاقات الكبار في صباح هذا اليوم، رابع الأشواط ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام. الشوط الرابع في صباح هذا اليوم، رابع الأشواط، يحمل لنا في طياته كذلك الزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل القادمة والمنطلقة في ميدان المرموم بالأثارة والحماس الجميل والرائع. نسير مع المركز الأول، ننطلق مع الشبابي الذي يسيطر على مقدمة الشوط، يقدم سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي على رأس الحربة وهو يقود الزمول ويتقدمهن، بينما المركز الثاني عالي عالي في المركز الثاني سيف بن خليفة بن راشد المهيري يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث كفو يأتي على المركز الثالث، عبيد بن جاسم بن عبيد هذا يأتي شعار الفقير، عبيد بن جاسم بن عبيد الفقير يأتي في هذه الانطلاقة ويتقدم بهذا الأداء الجميل. بينما هناك المركز الثالث، رابع المراكز يتقدم في هذه اللحظات، حطام يتقدم وياتينا، سعيد بن منانة بن غدير يقدم حطام وهو في رابع المراكز. أما المركز الخامس فبنلقى فيه رداد ناصر بن مبارك بن سالم بن نصر العامري يتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظة. المركز السادس يتواجد في مشاهدينا متابعينا الكرام ويتقدم هذا سياف ياتينا، كردوس بن سالم بن كردوس بن محمد بن سالم العامري يتقدم مع سياف في المركز السادس. المركز السابع شيبوب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله ياتي في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. المركز التاسع بن قطامي وشعار شاهين مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي وبن دري الفلاحي يتقدم على عاشر المراكز مع ادهم سعيد بن سالم بن دري. هذه النتيجه للعشر المراكز الاولى المتقدمة في هذا الشوط المنطلقة في رابع الأشواط مع الثمانية كيلو مترات التي تنطلق فيها هذه الأسماء ورقص الكبار مع الزلحول والزمول في ميدان المرموم، مع مصورينا في شاشة دويري سنقة ومخرجيها الذي يقدمون كل ما هو جميل للنقل الحي للمتابعين. شكرا للجميع على هذا الأداء وهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. هذه العشر المراكز الأولى ذعناها إلى حضراتكم في إذاعتها الأولى والنداء الأول للعشر المراكز الثمانية كيلو مترات المسافة الماراثونية التي تنطلق مع الكبار. نعود إلى المركز الأول، ننطلق مع المقدمة في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق لنتابع المركز الأول، لنتابع الانطلاق الأول في هذه النتيجة وفي هذا التحدي الذي يحمله ميدان المرموم وانطلاقاته، ميدان المرموم وانطلاقاته. المركز الأول الشبابي ياتي في المركز الاول، سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي هو اللي قاد الشوط من بدايته، هو اللي انطلق على الكادر العلوي، هو اللي تحمل مسؤوليه الزمول الاصايل المهجنات على المركز الاول تندفع حامله هذه الاثاره. المركز الثاني
شيبوب ياتي في المركز الثاني، ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله ياتي مع هذا الانطلاق، مع هذا الاندفاع على المركز الثاني. المركز الثالث كفو على ثالث المراكز، عبيد بن جاسم بن عبيد الفغير ياتي على المركز الرابع، يتقدم بهذا الانطلاق والاندفاع. المركز الخامس أول مركز الرابع، هذا رابع المراكز ياتينا في قناد، قناد منصور بن سعد بن قذلة الاحبابي يقدم قناد، ولكن ينخطف المركز الرابع من قبل محيط المحيط، سلطان بن حميد بن سلطان بالكديدة يقدم المحيط في هذه الاثار الحاضرة، في هذه الانطلاقات الجميلة. شوف الزمول المهجنات ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، على هذا الاندفاع، عالي عالي عالي. سيف بن خليفة بن راشد المهيري كذلك يقدم عالي، بن قطامي يتقدم هناك مع شاهين، مبارك بن محمد بن ثاني بن قطامي يتقدم وياتي بهذا الاندفاع، يتقدم معالج حمد بن هيام بن سالم العامري على المركز الثامن والمركز التاسع في هذه اللحظة، رداد ناصر بن مبارك بن نصر العامري المركز العاشر، هناك حطام حطام سعيد بن منانة بن غدير. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام إذاعتنا الثانية للمهجنات الأصايل، الزمول الزمول الأصايل، بنوك المستقبل التي تنطلق في 8 كيلو متر مع هذه الانطلاقة، مع هذا الاندفاع في منتصف الموسم، في هذه الأيام الشتوية، في هذه الأمال مع المهرجانات القادمة، في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة مع هذه الأسماء. ميدان المرموم، ملتقى القبائل والأصايل، تحفة الميادين. شوف هذه الانطلاقة، نعود إلى المراكز الأولى مرة ثانية، نتقدم بالمركز الأول والشبابي، الشبابي سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي قاد الزمول المهجنات، والله وتقدمهن بجدارة، تقدمهن بجدارة، سيطر سيطرة كاملة وتامة حتى قربنا من 3 كيلومترات، يعني 5 كيلومترات، سيطرة جميلة ورائعة نتمناها لك يا مالك الشبابي حتى خط النهاية. عموما على كل حال حزام الغابات بدينا، مضيق العبور بدينا نحتني معه على اليسار ومع انعطاف الميدان، ولكن أخذ المركز الثاني، أخذ المركز الثاني وبلقى شيبوب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله يقدم شيبوب على المركز الثاني. المركز الثالث هذا كفو 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 يا عبيد، كفو عبيد بن جاسم الفقير يقدم كفو، يقدم كفو. أشكرك مع هذا الانطلاقة وهذا الاندفاع الجميلة في هذه الانطلاقة، بينما المركز الرابع رابع المراكز، وهذه هذا هو مجد، مجد هذا، هذا مجد يتقدم ياتينا بهذا الانطلاق، مجد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي تحرك كذلك وانطلق مع رابع المراكز. المركز الخامس هناك ياتينا في هذه، هذا شاهين مبارك بن محمد بن قطامي السويدي، بينما هنا ياتي معالج حمد بن هيام بن سالم العامري يتقدم على المركز السادس. المركز السابع هذا محطم، محطم ياتي بهذا الانطلاق، أو المحيط، المحيط عفوا، هذا محيط سلطان بن حميد بالكديدة يقدم المحيط، وهناك الأسماء والشعارات قادمة كلها على هذا الاندفاع والانطلاق الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة، في هذا الاندفاع الجميل والرائع
خلاص نعود مع المراكز الأولى، نتقدم مع الزمول ولا زال الشبابي السلالة العريقة سلالة أسد الميادين. يتقدم الشبابي على مقدمة الشوط من البداية، من البداية يقود الشوط سعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي، المزروعي على المقدمة على المركز الأول في هذه الانطلاقة وفي هذا الاندفاع، ولكن شوف الهجوم والملاحقة على المراكز الأولى، الملاحقة على المقدمة، هجوم مكثف من كل صوب من كل حدب وصوب على المراكز الأولى. نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه التحديات، نتابع هذه الأثار الحاضرة الحاضرة. الشبابي لا زال الشبابي على المقدمة مسيطر سيطرة كاملة، سعيد بن عبيد بخلفان المزروعي والمركز الثاني من المركز الثاني مجد سعيد بن مهنا بن قرامش المحرمي بن قرامش المحرمي، ولكن المركز الثالث هذا يتقدم شباب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله شيبوب شيبوب يأتي في المركز الثالث، في المركز الثالث بن هيان على رابع المراكز يقدم لنا معالج على المركز الرابع الشقي واصل وشعاره حمدان بن سعيد بن يابر، وهناك أيضا شعار سلطان بن حميد بن كديدة وسالم بن دري الفلاحي. كل الشعارات غادمة، كل الشعارات غادمة. الأمتار الأخيرة، الكيلو الأخير اللي غادرناه، الزمول المهجنات لمن بيكون، لمن بيكون اكمال الجولة الأولى مع انطلاقتي هذا الصباح على شاشة دبي ريسنج. بالمركز الأول شيبوب، شيبوب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي، ولكن حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا مضبوط، يقدم مضبوط على المركز الثاني، وبن هيان يقدم مشاهدينا الاعزاء هذه الانطلاقه مشاهدينا. معالج معالج بن هيان ومضبوط الشقي، مضبوط الشقي غيرا الى المقدمه، وهناك شيبوب، ولكن خلاص مع المركز الاول مضبوط 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 على المقدمه على المقدمه. حمدان بن سعيد بن يابر، حمدان بن سعيد بن يابر معالج حمد بن هيام بن سالم العامري، حمد بن هيام بن سالم العامري على المقدمة حامل الذهب صاحب السيف في ميدان الشحانية. يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا وسلام لأهل الهير، أسعد الله صباحك يا راعي اليمشى على هذا الفوز. حمدان بن سعيد بن يابر ياتي على المركز الثاني، المركز الثالث شيبوب لضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله. المركز الرابع شفتوا رقمه، المركز الرابع عموما على كل حال بنعود لسيف بن خليفة بن عمان من أتى في المركز الرابع. عودتنا يلا التوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام في مسار هذا الشوط، نشوفنا 13 دقيقة 18 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. هذا هو معالج لحمد بن هيام بسالم العامري اللي قدم إنجازاته واستعداداته في هذا الانطلاق والاندفاع. المركز الثاني 13 دقيقة 20 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. حمدان بن سعيد بن يابر يأتي على المركز الثاني مع مضبوط، المركز الثالث يأتي في المركز الثالث 13 دقيقة وعشرين ثانية، 9 أجزاء من الثانية من قدم شيبوب ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لجميع.